كنتظروا الجديد اليوم لان عندنا جلستين في الصباح وحده والعشيه وحده. سعر تعابا لينا لان الجلسه تاخرت ل 23 شهر جوج ديال بعد ديال الصباح ما العشية الله اعلم. شوف ما عرفاش انا شنو غيوقع. ما وصلت فين وليدي؟ وصلت باقي الملف غامض باقي ما بان فيه حتى شي. حنا كنتسناو اللي غادي يجي ويهضر ويقول شي حاجه. كنتسناو اللي غادي يفرينا ويسالينا هذه الدعوه هذه. تقرر التاخير وتقرر كانت عندنا نورمالمون كنا غادي نديروا مواجهه ما بين الرشداء والقاصر. بالنسبه للاصدقاء ديالو شنو فين وصلوا القضيه؟ الاصدقاء ديالو تيقولوا بلي حنا مات لينا باوفر دوز وبعدها التيكيته ديال الاوفر دوز باش ما تصابش تدير لها هكا ولا هكا وراها حطينا في الغابه وما ما عاودش رجعنا له باش الجوتة ما تحصلش عليها وباش السر يبقى مدفون لان الجوتة غدوي وكلشي غادي الجوتة غادي تدوي والظرف ديال الزمن او المكان حتى هو غيدوي لان ما قالوا لناش هادشي ما علمونا لا بعيد الميلاد ولا حتى شي حاجه. هما كينكروا كلشي ناكرين هي انهم كانوا كيمشيو شويه في هذا البحر وشويه في هذا البحر وشويه في هذا البحر الى اخره كوم زعما بحال الشباب كاملين. وهو مات اليوم باوفر دوز وما تخلعوا من هذا وحطوه هادشي اللي ما تيقبلوش المنطق واستبعدوه. البنت اللي كانت معاهم واللي دائما معاهم لا هي واحد ولا وحده اخرى تايره في كندا قالت لي بلي راه خدات واحد كيت سوفنير ديال صاحبتها اللي في كندا دابا صابت مكتوبه فيه بلي التامي حرقوه وقتلوه ومات ولاحوه في البحر. اذا واش هي بغات تقحم صاحبتها معاها او لا لان كانت لان بيان سور غادي كانت في عيد الميلاد او قالت لهم زعما حقيقه كاينه. شي احساس ديالك هذا الميل قرب يتسد ولا لا؟ باقي ما غادي يتسدش. ماشي سهل. عاوتاني سمعت بلي الهيئه غتبدل الله اعلم. انا سمعتها في الكواليس الا تبدلت الهيئه صافي ديغ اون فاكومونسي دي ديبار. القضاء كيف ما بغى يكون يتاجل ولا ياخر ولا يتبدل ولا تبدل الهيئه ولا اللي جا مرحبا. انا كنطلب تحقيق العداله.